بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أينما كنتم في مصر والوطن العربي الكبير. والفقرة الثانية من برنامج الأهلي الليلة، واللي هنتكلم فيها عن الدور المجتمعي للرياضيين في الوسط الرياضي وفي تحديدا وسط عالم كرة القدم المصرية. الدور المجتمعي مهم جدا في قطاع الرياضة بشكل عام وفي قطاع كرة القدم بشكل خاص. دائما وأبدا الكل بيتابع نجوم كرة القدم في الملاعب، لكن بعد الاعتزال وبعد فترة من الوقت بالتأكيد البعض بيبقى حريص على متابعة نجم كرة القدم أثناء ما كان متألق في الملعب خارج الملعب، سواء استكمل مشواره الكروي كلاعب، كمدير كرة، كإداري، كمدرب، كمسؤول في أحد الأندية. لكن هناك نجوم كرة قدم سابقين في حقبة من الزمن، سواء فترة الخمسينات أو الستينات أو حتى أوائل السبعينات، ابتعدوا كثيرا عن مجال كرة القدم لأسباب قد تكون أسباب شخصية أو أسباب اجتماعية أو أسباب لا نعلمها. لكن بالتأكيد جمعية اللاعبين القدامى كان لها دور مجتمعي مهم جدا في هذا الشأن. هذا الدور لم يولد للحظة، ولكنه بدأ منذ عام 2007 واستمر حتى هذه اللحظات، ومستمر أيضا خلال الفترة القادمة لأكثر من حوالي 12 سنة، بيأدي دور مجتمعي بشكل أكثر من رائع. اتكلموا عن نجوم كرة القدم في فترات زمنية سابقة، أقيمت العديد من الحفلات الاجتماعية وتحديدا برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي لتكريم عدد من نجوم كرة القدم. بنراهم بعد 30 أو 40 سنة منذ اعتزالهم، لكن بتبقى لمسة الوفاة بتبقى جميلة جدا في ظل وجود نجوم كرة القدم الحاليين، سواء اللي بيلعبوا داخل مصر أو حتى المحترفين. وبالتالي في هذه الفقرة هنلقي الضوء باستفاضة أكثر عن هذا الموضوع، تزامنا مع إقامة الحفل الثالث، حفل الوفاء الثالث لنجوم الكرة القدامى خلال الساعات القادمة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة اللي بيرأسها بالتأكيد معالي الوزير دكتور أشرف صبحي، وأيضا وزارة التضامن الاجتماعي. وبالتالي برحب بضيوفي، ضيوف النهاردة ضيوف مهمين بيدمجوا ما بين مزيج نجم كروي قديم وعارف بالتأكيد الدور المجتمعي للرياضيين، وأيضا كاتب صحفي كبير لكن بيشغل منصب مرموق في جمعية اللاعبين القدامى. برحب بالبداية بسيادة اللواء عبد المنعم الحاج رئيس جمعية اللاعبين القدامى وأحد نجوم نادي الترسانة ورئيس نادي الترسانة الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة المصري السابق وأحد المدربين وصاحب العلامات التدريبية الكبيرة في الكرة المصرية، لكن في هذه الفترة بيرأس جمعية اللاعبين القدامى. سيادة اللواء برحب بيك في البداية، منورنا ومشرفنا. شكرا يا حبيبي. أهلا بحضرتك. وبينورنا أيضا في هذه الفقرة الثانية الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ صلاح دندش، مدير تحرير مجلة آخر ساعة، وأيضا بيشغل منصب أمين صندوق جمعية اللاعبين القدامى. أستاذ صلاح برحب بيك، منورنا ومشرفنا. أهلا بيك، وبنسعد بوجودنا في قناة الأهلي ومع حضرتك، ويا رب تكون فقرة خفيفة ومحببة للناس. يعني أكيد الشرف ليا أن أنا يعني بتحدث معهم في هذه الفقرة، لأن بالتأكيد هنلقي الضوء على أمور كثيرة جدا في هذا الشأن، الدور المجتمعي والرياضيين ونجوم كرة القدم في فترات سابقة، وحفلة الوفاء الثالثة إن شاء الله بإذن الله خلال الساعات القادمة اللي هتنظم داخل مقر أو تحديدا في مسرح الوزارة بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وبالتأكيد اتحاد كرة القدم أيضا هيكون منوط بالحضور في هذه الحفلة. سيادة اللواء عبد المنعم الحاج، يعني احنا بنتكلم على جمعية اللاعبين القدامى بعد 12 سنة في التوقيت اللي بنتكلم فيه دلوقتي عام 2019، إلى أي مدى قامت هذه الجمعية بأهدافها، سواء أهدافها الاجتماعية أو أهدافها المادية مع النجوم القدامى اللي أسروا الملاعب ومتعونا في فترات سابقة بكرة قدم مميزة في فترة مختلفة تماما عن الفترة الحالية؟ أولا احنا بنشكر قناة النادي الأهلي إنها عملت سبوت جميل على الحفلة بتاعتنا عيد الوفاء الثالث، لأن انتوا كنتوا سباقين دايما، مفيش قناة فكرت إنها تعمل هذا العمل الجميل اللي انتوا عملتوه. نمرة اتنين، ان الوقت اللي احنا فيه ده اعتقد ان الجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى انها قامت بدورها المنوط بيها اجتماعيا وصحيا وماديا، لان احنا لما بدأنا الجمعية دي شرت في سنة 2007 كان الفكر الاولاني بتاعها اللي احنا عملناه، احنا فكرنا ايه، احنا كنا بنلعب مع اجيال دي سيان الخمسينات او الستينات او اخر السبعينات، عصرنا اللعيبه دي وشفنا النجوم دي قد ايه كانت في الملعب والناس بتجري وراها وكده. فجاه لقينا احنا بقى احنا بعيد والنجوم دي بعيده، ولقينا حاجه غريبه جدا يا استاذ محمد، انك تلاقي ايه لعيب النجم الكبير ده الضوء بعيد عنه،
ابتدى يعيش في وحده، حاجه بيسال عليه، حاجه بيكلمه في التليفون، حاجه بياخد باله منه اطلاقا ما فيش. النقطه الثانيه اللي شدتنا ان العيب ده لما كبر وبعد عن الضوء هجمته الامراض، الماليه اللي عنده او الفلوس اللي عنده قلت، ولاده كبروا، مصاريفه زادت، طب الراجل ده هنسيبه ازاي؟ فكان الفكر الاساسي للجمعيه ان احنا نبقى الايد الحانيه على هؤلاء النجوم دون ان نخدش حياء هذا النجم. تمام. يعني نروح نطبطب عليه، خده في حضننا، ونقول احنا واقفين وراك وبنساعده بكل شيء ممكن. بدليل ان احنا بعض الناس اللي توفت واحنا اول ما بدانا كنا احنا بنقوم بدال رب الاسره، العنايه والرعايه للعيب والولاد والمدرسه نعمل فيها ايه، نسوي ايه كده، كل ده كنا بنعمله. علاوه بقى على ان كان من اول الفكر ان احنا نفكر يبقى في اعانه ماليه شهريه للعيبه دي. الاعانه كانت في الاول على حسب امكانياتنا، كنا لسه صغيرين مفيش فكره وما ياخدش فلوس من حد، كنا احنا بعتمد اعتماد كلي على الاعانات مننا احنا كمان، يعني اعتماد ذاتي كله، وبالتالي كان موجود. ربنا سبحانه وتعالى لما حبنا جاب في سكتنا سيادة اللواء ابراهيم فاروق، ده كان في الوقت ده كان رئيس نادي الشمس، وكان هو رجل مالي كويس، وربنا سبحانه وتعالى كان محبه بالفعل الخير. فلما عرضنا عليه الفكره الراجل انبسط جدا وقال انا ما عنديش المانع ان انا اساهم معاكم. فاحنا تقديرا له خليناه هو رئيس الجمعيه. قدم الكثير يعني دون تفصيح يعني. وبعدين كفايه انه ادانا في الاول خالص واحنا ما عندناش حاجه، ادانا مقر جاهز وبقينا نشتغل عليه وبتاع وفي مكان مميز، لكن انبسطنا من الاداء بتاعه. ابتدينا نشتغل كل الامكانيات اللي سيادتك تتخيلها اجتماعيا، احنا بنقوم بدور الاب المتوفي للاسره كلها، رعايه ماليه ورعايه اجتماعيه، والاولاد في المدرسه عندهم مشكله في حته في درس خصوصي انا كنت بتدخل شخصيا في الحاجات دي. النقطه الثانيه الاعانات الشهريه اللي بنعملها ابتدت تتدرج لغايه النهارده ما بقت مبلغ كويس قوي يعني، اكتر من اللي بتديه نقابه المهن الرياضيه، وده شيء هايل يعني. احنا الحمد لله وصلنا لهذا الجزء يعني. نمره ثلاثه الخدمات بقى اللي حضرتك بنعمل ايه الاجتماعيه بقى فيه، يعني مثلا تلاقي ايه لعيب من القدام محتاج حقنه، الحقنه دي عشان يثبت شبكيه عينه مثلا ب 1500 جنيه كل 6 اشهر. مين بقى هيعمل له كده؟ هيروح لمين؟ احنا كنا بنتدخل بالكلام ده. وبعدين ربنا دايما كان حاطط لنا في سكتنا ناس كويسه قوي. يعني انا يطيب ليا ان انا اذكر بكل خير السيد المشير حسين طنطاوي. لما كان وزير الدفاع كان عامل لنا حاجه يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تتعمل تاني. يعني بعد ما مشي سياده الفريق صدق الصبح حاولنا معاه ما امكنش يعني. كان عامل لنا تصديق ان احنا نعمل نودي اللعيبه بتاعتنا المصابه مستشفى المعادي. تمام. تصديق منه يعني مجرد ان احنا نقول رايحين مستشفى المعادي مدير مستشفى المعادي عارف ان احنا في تصديق من السيد المشير عليه يخش ويقعد واخر واحد استفاد من العمليه دي الله يرحمه الكابتن السياجي. كابتن محمد السياجي احد الرموز الكبيره في كره القدم المصريه. فتخيل بقى كل دي حاجات هايله احنا عشناها. علاوه بقى زي ما كابتن صلاح قال لحضرتك يعني في المناسبات بقى العيد الصغير، العيد الكبير، رمضان، مولد النبي، الحاجات الحلوه دي احنا بنقف جنبيهم حاجه جميله جدا وبنساعد. من ضمن الحاجات بقى لما احنا عملنا بقى ده ابتدت تطلع فكره صغيره. بعض الانديه واحنا وانا بعتها في نادي الترسانه ناديه، قابلت استاذ احمد جبر قلت له يا باشمهندس احمد انتوا ليه ما تعملوش تكريم للجيل بتاعنا؟ احنا جيل الستينات خدنا الدوري وخدنا الكاس 3 مرات. قلت له طب ليه ما بتعملوش كده؟ قال لي نعمل. قلت له نعمل. بدانا نفكر، هم تولوا العمليه كلها واحنا بالاسم بتاعنا وكنا موجودين معاهم، والنادي الترسانه عمل اول تكريم للعيبة نادر السنة في جيل الستينات. اللعيبة زمايلي كان فيهم ناس ما حدش يعرف تاريخهم ولا حاجة،
ففجأة لقوهم على المسرح والناس تتكلم عليهم بتاع، بقى شيء جميل جدا ليهم. النادي الأولمبي عمل كده، نادي المحلة عمل كده، الأندية كتير عملت كده، وده شيء يرجع في الأصل مين؟ للجمعية المصرية لجمعية قدام اللاعبين. الحمد لله. وهي الفكرة في البداية يا أستاذ صلاح دندش، فكرة إنك تكرم النجم قبل ما يتوفى غير لما تكرمه أو تكرم اسمه بعد ما يتوفى. تمام. هو بالتأكيد هيبقى حاسس بده لما يبقى الناس فاكراه وبتكرمه هو على قيد الحياة، غير بعد كده حتى الأسرة نفسها لما تحس إن والدها أو النجم اللي كان موجود في البيت ده بيتكرم حتى بعد ما ماتوا. دور الجمعية حتى زي ما قال السيادة اللواء عبد المنعم الحاج مش قصة مالية فقط أو الدور المجتمعي، لا فكرة إنسانية أيضا كمان كانت الجمعية قايمة عليها، وبدأتوا بحوالي 20 أسرة دلوقتي وصلتوا لحوالي 150 أسرة. تمام. اجتماعيا تمت في أول سنين الجمعية كنا بنعمل إيه؟ حفلة بسيطة جدا في أحد الأندية على النيل وبدعم ذاتي، ونجمع مجموعة من نجوم الرياضة القدام ويتجمعوا ونقعد ونسلم عليهم وسلموا علينا، ووسائل الإعلام موجودة، وفي الآخر بنديله درع. بدأت الفكرة سنة ورا سنة، اتكررت في السنة 3-4 مرات وكرمنا نجوم كبار قوي، إلى أن جت فكرة يوم الوفاء. فقلنا ليه ما نخليش زي ما في يوم عيد الرياضة اللي دلوقتي ما مش 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 مفعل يعني، طب ما نخلي فيه يوم الوفاء. كان في افكار انه يبقى رد الجميل، يبقى يوم الوفاء، نجوم الزمن الجميل، حاجات كتير حسب المسميات. وتم الاتفاق عليه. اول مره كان في 2017 ونفذ بشكل فوق الرائع. كانت الفكره فيها انسانيه عاليه جدا، فربنا كرمنا كرم كبير جدا، وكانت في مركز شباب الجزيره في المسرح الروماني، فكان حاجه كده سبحان الله يعني. اتكرم فيها مجموعه من اساطير كره القدم المصريه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، كان تقريبا اللي موجودين قد اللي بنشوفهم في مباريات كره القدم في الخمسينات والستينات، يعني الناس اللي حاضره، الناس البسيطه. فشافوا نجوم في كانوا في اوج نجوميتهم وفجاه اختفوا. فلما يظهر عندك فجاه خمس ست نجوم كبار جايين على كراسي متحركة، هو ده جهد وعناء شديد جدا. يجي عشان تحطه في وسط زمايله وتكرمه وتظهره للإعلام تاني، فكانت الفكرة ناجحة جدا. فتبدأ بعد كده يوم الوفاء التاني والتالت. القصة في التكريم برضو هو تكريم مادي ومعنوي. في مجموعة تستحق التكريم المادي، فبنعمل تكريمهم المادي يوميها، وفي التكريم الأدبي بيكون. وخلي بال حضرتك على الاستيدج وفي المسرح لا تستطيع التفرقة، ولا ما تعرفش تقارن، ما تعرفش توصل إيه. وده الهدف على فكرة من التكريم. وربنا كرمنا سبحانه وتعالى فطلعت الفكرة حلوة قوي، وظهرت نجوم عايز أقول لك يعني ايه، خرجوا من ورا الستاير وبداوا يظهروا، وبدات الناس تعرف اسامي، ده كان ده فلان الفلاني. نجاح الفكره اساسا انسانيه مش ماديه. سهل جدا حضرتك انك تيجي تدعم نجم بمبلغ او بكذا وكذا، لكن الاهم انك تديله حقن شحن معنوي، تعيد له الحياه تاني وتعيده للحياه والاضواء تاني. في اسامي ناس كتير جدا ما تعرفهاش. واحنا على فكره في يوم الوفاء الثالث ده كانت اصعب حاجه في القصه البحث والوصول لمجموعه من الاسامي، البحث والوصول ليها. مساله شقه جدا جدا جدا. عارف ده معناه ايه يا استاذ محمد؟ معناه انه الناس دي مفيش اي صله تربطهم بالوسط الكروي خالص، فتقعد تعمل زي الـ 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 السبحه من حلقه لحلقه 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 تمسك الى ان توصل في الاخر ربنا يكرمك. اختيار النجوم لهم اساس برضه، مش اختيار عشوائي. بيتعمل جلسه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لمجلس اداره الجمعيه، وبعدين بيتعمل لجنه لاختيار المكرمين. في اسس كتير منها نجوميته، خلقه اللي قدمه للناديه او للمنتخب، يحدد ماليا او ادبيا وفقا لحالته الماليه. تمام. فيبقى مادي او ادبي. اضافه انه النجم ده مين،
مين يعني ايه؟ يعني ما اجيش اقول فلان الفلاني فحد يفتكر لي يقول لي ده في الستينات عمل كذا، ده في السبعينات عمل كذا. وبيتم بحث وفحص جديد يعني، وتبدا بعد كده مهمه انك ازاي توفر ميزانيه الحفل. خلاص؟ ده قصه تانية مجهده جدا. اما السيد اللي هو كان بيقول فكره انه بدانا ب 20، عايز اقول لحضرتك النهارده ربنا كرمنا سبحانه وتعالى عندنا 151 حاله. الحاله ليست، انا مش عايز اقول حاله يعني، 150 نجم. 150 نجم. خلي بال حضرتك في نجوم كتير منهم راحلين، فانت بترعى اسرته او احد ابنائه. في حالات تانية بتبقى طارئه، الطارئه دي اقصى حالات احنا بنتعب فيها. ليه؟ لانه تفاجئ بتليفون انه ده الكابتن فلان في المستشفى وحصل كذا وفي كذا، او في كذا كذا. زي النهارده مثلا قصه الله يرحمه ويحسن اليه كابتن سعد سليت نجم المنصوره، كابتن ابو رجيله على الفور ودون اتصال بحد من الجمعيه ومبادره هو اعتاد عليها، لانه ده بقت الجمعيه تعمله وهو يعني هو بيعمله وهو مغمض عينيه. حجز مكان العزاء هنا في القاهره. مظبوط. وبيتولى فكره انه ترتيباتها ايه والدنيا ايه. هو ده اللي بنتكلم فيه. حضرتك حضرت معانا السنه اللي فاتت حفل الوفاة الثاني اللي كان في مصلحة الوزارة. شوف حضرتك انت قابلت كام شخصية وتقعد تجهد نفسك شوية، وممكن تسأل حد من الجيل بتاع سيادة الله او حد اكبر تقول له هو ده مين اللي الناس بتسلم عليه او تشيله. فعايز اقول انه الفكرة اما تكون بتتعب قوي عشان تسعد ناس وترسم البسمة على وجوههم، فكرة مسألة قاسية في انه نجم كانت كل اللي ظبطت عليه، وفجأة النهارده انت لو عملت دعم شهري آلاف الجنيهات، آلاف الجنيهات لا تكفي اللي عمله، لكن للأسف انت ما عندكش الإمكانيات أكتر مما بتعمله. وفي حالات كتير جدا في الانتظار، حالات كتير جدا لسه منتظرة. نحنا يعني احنا برضو بن ايه قدر يعني الإمكان بنحاول ان احنا ما نجهدش عشان ما تأثرش على اللي موجودين يعني. أكيد. طيب قبل ما نتطرق لموضوع الميزانية وأمانة الصندوق، لأن دي أكيد فيها إرهاق كبير جدا، لكن سيادة اللواء بتبتسم، لأن أنا أول ما ذكرت الميزانية وأمانة الصندوق سيادتك هو بيتكلم سيادتك نص كلامه على الفلوس. ما أنا واخد بالي حتى أقول لك في البحث والترتيب والإجراءات حتى تذكر موضوع العزاء إن شاء الله للكابتن سعد سليط الله يرحمه، هيبقى في الحمدية الشاذلية بإذن الله. يعني كل الإجراءات دي بتاخد منكم وقت ومجهود، بس بجد حاجة مجتمعية فوق الوصف ورائعة جدا. لكن وأنا عايز أتكلم على حفل الوفاء الثالث إن شاء الله. كان لكم تكريم للنجوم القدامى للمنتخب الأولمبي، المنتخب الوطني في طوكيو 64، كان لكم تكريم للاعبي الإسماعيلي أبطال إفريقيا عام 70، برضه رحتوا في مرحلة إن اللاعيبة اللي حققت إنجازات بعد 30 أو 40 سنة بتتذكروها حتى مع إطار حفل الوفاء للنجوم القدامى اللي ممكن البعض قد ينساهم نتيجة الظروف والزمن طبعا والوقت. طبعا. هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ محمود. أحلى حاجة اللاعب بيدور عليها اللي على قيد الحياة. طبعا هو اتجوز وبقى له أولاد، والأولاد بقى له أحفاد. هو بيقعد يحكي لهم أنا كنت بلعب زمان وهتشوف الصورة دي وبتاع. انما تخيل بقى هو منتظر ان احنا نطلعه على قدام الناس. دي بالنسبه له يعني. انا بشوف حضرتك ايه النجم المكرم، معظمهم جايب المدام بتاعته. مظبوط. وجايب ولاده وجايب احفاده. ده بيركز على الاحفاد اكتر. والله قعدهم علشان هو يشوف احنا بنكرمه. ده اكتر حاجه بتسعد النجم، ان واحفاده يشوفوا الناس ده بيكرم عشان هو موجود. وكثير مننا احنا نجومنا احنا اللي كانوا في الستينات معانا واللي قبلينا، اما حضرتك بتكلمه انا بقول لك سر، معظم عينيه بتدمع. اما تقول له كابتن احنا عملنا كذا وعايزين حضرتك تيجي معانا وبتاع، معظمه في التليفون ما بيعرفش يحوش نفسه. من انك انت هتشيله بقى كده من قاع النسيان ده، الناس كلها مش عارفاه، ولا احفاد ولا اولاده مصدقين، فجاه هتحطه في الضوء وهتخلي الناس كلها تتكلم عليه، وان الراجل ده نجم وادي انجازاته.
النقطه دي بس حد ذاتها لو احنا بنعملها زي ما استاذ صلاح قال لحضرتك مهما اديته انت ما تسويش الموقف ده. صح. الموقف ده بالنسبه له شيء كبير جدا. ومعظمهم بقى يعني انا بشوف اول ما يطلع بقى يطلع السلم الجاهزه تلاقي الولاد والاحفاد كل واحد ماسك الموبايل وكله بيتصور معاه. تك 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 آه. بيصوروا معاه وبيصوروه وهم فرحانين وان احنا عملنا كده. وبعدين ما ياخد بقى الدرع وينزل بيتاخد منه بيتصوروا بيه كلهم فرحانين بيه بشكل. بقول لحضرتك مش انا لما بلاحظ ده ببقى سعيد قوي ان انا قدرت احقق شيء جميل لزميل من زمايلي اللي انا لعبت وياهم وعشت وياهم. يعني انا فاكر الكابتن عادل زين الله يرحمه يوم ما جه اول التكريم الاولاني مركز شباب الجزيرة. عادل زين متوسط هجوم رائع دماغه بلوى وانا كنت بلعب سنتراف عليه. فاول ما شفت سلمت عليه قلت له انت كمان حتى هنا جاي تتعبنا مش كفايه عليك كنت بتتعبنا في الملعب. الراجل خدني بالحضن طبعا وبقى سعيد قوي. انا فكرته بنفسه. انت تذكرته كمان ذكريات الملعب. تصور بقى ده كابتن عادل زين ده واحد كل واحد فيهم بيجي له ذكريات معانا. فشوف بقى الذكريات الجميله دي كلهم هم بيدوروا عليها بقى مش عايزين مننا حاجه. يعني لو انت جبته وقعدته بس وعملت له الدرع وقلت له كذا هو سعيد قوي. فاحنا بنسال الله سبحانه وتعالى انه يساعدنا ويعيننا على ان احنا نستمر ويدينا طول العمر ان احنا برضه ربنا يديك الصحه دايما يا رب. يعني هنمشي في الطريق ده. نسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يدينا طول العمر ويساعدنا وان احنا نقدر نكمل هذا المشوار. طيب استاذ صلاح دندش انا اسالك بقى بصفتك ككاتب صحفي وكناقد رياضي لان هذه الاحتفاليه تحديدا بتحمل رونق خاص كده بيها لان تم اهدائها الى روح دكتور خالد توحيد الكاتب الصحفي الكبير ورئيس قناه النادي الاهلي السابق والاعلامي الكبير. الفكره وتعليق حضرتك. عايز اقول انه الله يرحمه يحسن اليه أفتن؟ خالد افتن الاول على ايه؟ عايز اكشف سر. اتفضل. السر بقى بالأمان يعني هذا الرجل فكرة الأستاذ صلاح دندش. يعني كلمني يوم الجنازة قال لي يا كابتن عبد المنعم احنا ليه ما نعملش الحفلة دي؟ ما نهديهاش ليه للأستاذ خالد توحيد؟ قلت له صلاح طبعا من غير ما افكر قلت له دي فكرة رائعة يا كابتن صلاح لازم ننفذها. هو ده صاحب الفكرة. هو ما كانش هيقول بس انا فتنت عليه دلوقتي لان هو فعلا صاحب هذه الفكره. وبعدين بقت تتبلور بقى لغايه لما تشوف حضرتك الفكره ده. فانا بشكر الاستاذ صلاح على هذه الفكره ان خلانا قدرنا نوصل لهذا الفكر الرائع بان احنا نكرم هذه الشخصيه الرائعه اللي انا بحمل لها كل تقدير واحترام. الله يرحمه ويحسن اليه. خالد كان الله يرحمه من اقرب الناس لي وانا من اقرب الناس لي. يعني علاقه انسانيه ممتده سنين طويله وزادت جدا. يعني حصل بقى التقارب خلال 3 سنين اللي فاتوا بشكل شبه يومي. خالد كان احد الداعمين بقوه للجمعيه ما شاء الله. تمام. خالد داعم معنوي وحاجات كتير يعني. خلاص دون ان يقدر احد يعني. الله يرحمه ويحسن اليه. كان في فترة كده كان مشغول في حاجة كده والماجستير و و و و والتحضير الماجستير والدكتوراه بعدها. فكلمته قلت له خالد عندنا يوم كذا عندنا حفلة كذا كذا. أبو صلاح أنت عارف. قلت له هتحضر وهتظهر. وجه وعايز أقول لك إنه الله يرحمه ويحسن إليه كان مفكرني في آخر يعني آخر حوار بينا كان على الحفلة اللي جاية هتعمل ايه اذا كنتوا عملتوا دول السنين اللي فاتوا هتعملوا ايه. فعايز اقول انه الاهداء لخالد توحيد هو مش اهداء لخالد توحيد هو اهداء لقيمة انسانية و الله يرحمه ويحسن اليه هو يستحقها. واحنا بنكرم كمان الاستاذ الاعلام الكبير الاستاذ فهمي عمر الخال فهم عمر طبعا. لانه يعني الرمز ده لازم يكون انت بتتمسح فيه. يعني لازم تتمسح فيه تقول انه الوفاء هو اسمه فهم عمر. يعني في برضو
الرموز الكبيرة دي ربنا أنعم عليها أو ربنا أنعم علينا بوجودها. وفي 35 شخصية أعتقد في الحفل القادم. إحنا عندنا 28 شخصية هيكرموا اللي هو النجوم اللي هتكرم. تمام. سواء أدبي أو مادي، وهنقول أساميهم دلوقتي. وعندنا شخصيات المساهمة بشكل مستمر وداعم، اللي إحنا بقى بنقول لهم شكرا جزيلا على اللي أنتوا بتعملوه. دي مجموعة من الشخصيات الكبيرة جدا اللي دائما تسهم وتدعم الجمعية. عايز بس اقول حاجه قبل ما ننسى، عشان يبقى بنعطي الفضل لاصحابه، يعني صاحب فكره الجمعيه ومؤسسها والساعي وراها دون كلل او ملل لسنوات هو المستشار محمد الجرجاوي صديقنا العزيز اللي هو دينامو الجمعيه دلوقتي. في موجود الكابتن ابو رجيله. كابتن ابو رجيله ده الدينامو، القلب النابض، وهو عايز اقول لحضرتك ايه، هو الكهرباء بتاعت الـ يعني ده موصل الحياة للجمعية. في كابتن أحمد شوبير، بص دور لا يخفى على أحد، دعم كامل وتدخل في الأوقات الحرجة، وعامل يعني مش عايز أقول دعم، لأ هو أحد أسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها إيه الجمعية واقفة. في كابتن فتحي مبروك، كابتن فتحي مبروك ليه في الدوره دي والدوره اللي فاتت، عامل يعني احد اسباب نجاح الدوره دي واللي فاتت كابتن فتحي مبروك. كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن زيزو ده حاله انسانيه تقترب من الملائكيه يعني. كابتن جمال عبد الحميد، حد من اول ما الجمعيه قالت بسم الله الرحمن الرحيم، وهو على فكره اللي ايه كان تاني واحد يبدا في تاسيس الجمعيه مع الجرجاوي. عايز اقول لك برضو كابتن ربيع سين. ربيع سين كان امين الصندوق على فكره، وانا يعني بمؤامره كده جبنا له عقد في ليبيا، طلع ليبيا قمت انا ماسك امانه الصندوق. على فكره المهندس انا بريده عضو مجلس اداره الجمعيه. احنا مسمينه ايه الاول؟ انا بريده ايه؟ انا مسميه بريده. ده الممول، انا مسميه رجل شرطه النجده. رجل الحالات الحرجه، شرطه النجده. وقت ما بتطلبه، وقت ما تلاقي بقى ازمه، تروح طالب هنا بريد، يروح هنا بريد على طول، بعت الشيك شخصيا. شخصي تمام، حاجه شخصيه بتاعته. وهو على فكره مدعم بشكل كويس جدا من اتحاد الكوره للجمعيه، ولو يقدر يعمل اكتر من كده كتير هيعمله. يعني انا عايز بس اوصل فكره انه نجاح اليوم ده واختيار الناس دي و و و اوله واخره كرم ربنا سبحانه وتعالى. اتنين بقى، في ناس بتنتحر بجد بكلمة تنتحر أكيد عشان اليوم ده يا رب يطلع كويس. يعني حضرتك الأسامي قدامك فيها نجوم، أسامي كبيرة جدا، يعني اسمحوا لي بس أخد من وقتكم دقيقة. اتفضل. لأن الأسامي دي لازم تتقال، مش تتحط على لوحة شرف فقط أو يتم تكريمها، لا تتقال مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأنها كانت سبب رئيسي جدا في زيادة شعبية كرة القدم في مصر. في جيل سابق كان ليه صولات وجولات لكرة القدم المصرية في جميع الأندية وفي مختلف المجالات. كابتن منير كمال نادي الزمالك، كابتن جمال عبد العظيم النادي الأهلي، كابتن هشام عبد الرسول نادي المنيا، كابتن الجارم نادي الاتحاد السكندري، أحمد خليل الاتحاد السكندري، إسماعيل ريان نادي الطيران، رأفت مكي الترسنة، جمال جودة المصري، كرم عبد المنعم نادي السكة، كابتن أنوس نادي الإسماعيلي، مجدي كامل السكة والمقاولين، كابتن احمد زايد النادي الاهلي، كابتن عادل هيكل الله يرحمه النادي الاهلي، كابتن علي خليل نادي الزمالك، كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه نادي الزمالك، كابتن احمد رفعت نادي الزمالك، كابتن عبد الرحيم محمد نادي الزمالك رحمه الله عليه، كابتن ريعو النادي الاهلي، كابتن جمال سالم المقاولون العرب، كابتن اسماعيل اليمني النادي الاولمبي، انور سلامه كابتن انور سلامه النادي الاهلي، المجري كابتن مصطفى عبده النادي الاهلي، كابتن سطوحي نادي المنصوره، كابتن حافظ غباشي نادي الاسماعيلي، كابتن عزت ابو الروس النادي الاهلي، كابتن احمد ابو رحاب نادي اسكو، كابتن مروان كنفاني النادي الاهلي، والكابتن مصطفى شتا. اسامي عظيمه واسامي كبيره، وكان ليها كابتن مصطفى شتا النادي الاولمبي، والنادي كابتن مصطفى شتا النادي الاولمبي السكندري. في كابتن احمد زايد الاهلي. صح مظبوط. حد من جمهور الاهلي او لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي
سمع اسم الكابتن احمد زايد او شافه او بتاع، النهارده الراجل ده بيكرم لانه في فتره الخمسينات كامله كان احد ابرز لاعبي كره القدم في مصر وفي النادي الاهلي. كابتن مروان كنفاني، اسم الكابتن عادل هيكل، كابتن مصطفى عبده، وخلي بال حضرتك كمان اصغر لعيب فيهم او اصغر نجم يكرم مين؟ هو اكتر نجم ظلم في تاريخ الكره المصريه. هو مش ظلم، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ما كانش محظوظ. هشام عبد الرسول بالظبط، هشام عبد الرسول كاس عالم يا كابتن صلاح. هشام اتعور قبل، لا اتعور قبل كاس العالم، اتعور قبل كاس العالم، ما راحش كاس العالم. وهشام احد اسباب تاهل مصر مصر بثلاث اهداف، وهو كان هداف البطوله. مظبوط. فهشام عبد الرسول لما تيجي تكرمه النهارده انت بتعيد له جزء من عناد القدر يعني، هنسميها كده. في اسامي كتير قوي قوي هنا. كابتن علي خليل لم يكرم، الناس نسيته. فاكر الواقعة الشهيره لكابتن علي خليل؟ هدف الاسماعيلي، هدف الاسماعيلي جابه طلع من بره. تكرر النهارده؟ لا، انا عايز افكر بس الناس يا سياده اللواء يعني تشرح للناس، فاكر الواقعه دي ايه اللي حصل؟ يعني الحكم احرز حسبها هدف، احمد بلال، كابتن احمد بلال الحكم المباراه في التوقيت ده حسبها جون، حسبها جون. كابتن علي خليل راح له قال له لا مش جون دي من بره، وكان هدف لنادي الزمالك يكسبه في مرمى الاسماعيلي، واتعادت المباراه. علي حضرتك برضه عشان الناس تعرف، كابتن علي خليل بعد ما خلص هنا سافر قطر، اشتغل في الناشئين في نادي، انا فاكر قعد حوالي 12 13 سنه واستعانوا بيه بعد كده في تدريب الناشئين في المنتخب عندهم، ولغايه النهارده يعني. انا فاكر وانا هناك سالوني احد الانديه كان في الثمانينات، قال لي يا كابتن انا ما عنديش اشبال، عايز اجيب. قلت له شوف، عايز اجيب قدوه. قلت له عندك اثنين، لو انت عايز تجيب تختار اثنين. قلت له نمره واحد كابتن علي ابو جريشه، نمره اثنين كابتن علي خليل. قال لي ليه يا كابتن؟ قلت له كابتن علي ابو جريشه ده نموذج رائع للعيب الكوره، زي ما كابتن صلاح قال لحضرتك احنا ايه بنشوف الاخلاق. بالظبط. فكابتن علي خلقا هايل، فنيا هيوري اللعيب اللعبه وهيعملها له، فبالتالي هيقدر يجيب الكام. قلت له كابتن علي خليل نفس الفكره، ويمكن انا مش بقول سر، اللي سالني السؤال ده كان الاستاذ سعد الرميحي، كان ساعتها رئيس النادي ده اللي انا، وهو صحفي كبير في الدوحه كان ساعتها. علي لما راح نجح تماما في اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، وبالتالي بقى ابتدى بقى يكمل وكمل المشوار، وقعد 12 13 سنه. لما رجع بقى هنا انا كنت اتمنى ان النادي الزمالك يجيبه منتخب مصر الناشئين. الامثال الطيبه دي تظهر لل كابتن علي خليل ده من ابرز مدربي الناشئين في الخليج. في الخليج طبعا، واثبت نجاح غير طبيعي. تخيل حضرتك النهارده هو في مصر ولا حد وبيعمل تجارب كده يعني. لكن علي خليل، الكابتن مصطفى عبده فينه من الاضواء؟ اخر مره ظهر الكابتن مصطفى امتى؟ في انتخابات مجلس اداره الاهلي الاخيره، وقبليها سنتين تقريبا ما ظهرش. لازم الرموز دي، الضوء اللي هم اللي يجوا تحت الضوء، تحت الضوء. مظبوط. الاسامي دي فيهم اسامي بجد، ما تقعد اصله. خلي بال حضرتك كارثه الكره المصريه انه الناس دي كلها ما كانش عندهم لا السوشيال ميديا ولا تلفزيون، والتلفزيون كان بيذيع ماتش واحد واحيانا ما يتذاعش. ما كانش فيه موبايلات بتصور، ما كانش فيه 15 قناه فضائيه، فالناس دي ظلمت. اما بخش الارشيف في اخبار اليوم عندنا وتقعد تدور على اسم حد، فتلاقي قصاصات وحاجات. يعني اخر ساعه كانت مميزه قوي بالقصه دي. تقعد تخش تدور على اسامي وتشوف تاريخ الناس دي النهارده فين، بدل ما نقعد على السوشيال ميديا ونقعد بقى نعاند في بعض ونقول ونعمل. يا ريت يخصص من هنا من قناه الاهلي، بدعو لفكره كان صديقي العزيز الاستاذ ايمن بدره اقترحها، وانا يعني بدعمه فيها بشده، انه النجوم دي كلها يخصص ليهم
كل اسبوع حلقه النجم. على فكره كابتن سعد سليط كان هيكرم الله يرحمه. كابتن سعد سليط يعني قبل وفاته كان في اطار خلاص يعني كان ويعني والراجل ده برضو الله يرحمه يحسن اليه له ايادي بيضاء. في يوم من الايام خدنا ودانا مركز الكلى في المنصوره مظبوط وعمل ايه هناك يعني كان هو وكابتن سطوحي وكان شال وكانت مجموعه من نجوم المنصوره وعملتوا بروتوكول تعاون كمان هناك. ايوه بالظبط مظبوط. يعني عايز اقول انه الناس دي لازم تكون موجوده على الاعلام. انا مش مع لعيب النهارده ومعلش انا يعني خدت من كلام اللي هو عبد المنعم الجيل الحالي من اللاعبين عد على صوابع ايدك فقط ايد واحده ونذكر منهم مثلا اللي نجم النادي الاهلي المحترم جدا كابتن وليد سليمان ومن قبله كابتن حسام غالي. انا بتكلم على اللي بيدعموا اساتذتهم. الجيل الجديد انت تعاني بشده انما لما تلاقي كابتن انور سليمان تلاقي كابتن زيزو تلاقي كابتن حماده صدقي مثلا هتلاقي في مجموعه هي اللي عندها القناعه دي. الجيل الحالي فين؟ وهي كره دواره. الجيل ده ما خدش فلوس ما خدش نجوميه السوشيال ميديا. النهارده احنا بنحاول نقول له يعني بنبوس جبينه ونقول له انت تستحق اكتر من كده كتير. يعني اكيد النجوم القدامى انت لما يعني جيت عملت سيرش على اسامي النجوم القدامى لما لقيت المثل بتاع الكابتن علي خليل لاعب يحرز هدف في مرمى المنافس كابتن احمد بلال حكم المباراه يعني يصفر هدف ثم علي خليل يروح بنفسه يقول له لا الكره جت من جنب الشباك من بره ما دخلتش هدف ويتلغي الهدف. الرساله دي لما تطلع للجيل الحالي او اللي بيشجعوا كوره دلوقتي هتعمل محدش يقدر يعملها دلوقتي. هتحل مشاكل كتير النهارده. بعض اللاعبين يدعي السقوط في ال 18 ويدعي انه في لمسه يد واحتاج هي القدوه دي لو اتنشرت بشكل كويس يبقى انت حققت هدف من اهداف الجمعيه. ده فرصه عظيمه ان يكون الكابتن علي خليل موجود في التكريم ده. ده ان شاء الله يكون موجود. بدعو الكل ان يعني الناس كلها تكون موجوده في الحدث ده وتسجل مع الكابتن علي خليل لان الرساله ان هي توصل الرساله الاعلاميه توصل بوجود مثل مميز زي ده شيء رائع. طب سياده اللواء يمكن تطرق الحديث لدور الكابتن سعد سليط الله يرحمه في فكره التواصل مع الجمعيات الخيريه او حتى المستشفيات الطبيه. كان لكم بروتوكول تعاون حتى مع مستشفى الكبد في الدقهليه. أيوة. في فتره سابقه رحنا والاطار اللي بيتم فيه التعاون ده مع المستشفيات الطبيه مش فكره بس صرف اموال او فكره الدعم المادي لا فكره كمان انك بتوفر رعايه صحيه طبعا. للرياضي او للاعب كره القدم. بس حضرتك في الوقت اللي احنا بنعمل له الرعايه الطبيه دي هو محتاج جدا تكون جنبه هذه الخدمه تكون جنبه. حضرتك ايه يعني ما انا قلت حضرتك في الاول الواحد لما بيكبر بتجمل امراض غصب عنه ما يقدرش يعمل فيه حاجه ظروف الحياه. نجم بقى معهوش فلوس وكان نجم والناس كلها بتجري وراه فجاه في عزله وبص لقى نفسه ما عندوش فلوس وفي نفس الوقت عنده مرض. تخيل بقى ما حضرتك تروح تطبطب عليه كده وتقول له انا معاك وتاخده وتوديه المستشفى وتعمل له العمليه بتاعته. شوف بقى دي تساوي ايه؟ البروتوكول اللي احنا عملناه ده حاولنا ان احنا نفعله بس لسه مش ما وصلش يعني لدرجه ممكن نتكلم عليه نقول ان احنا عملنا. اللي خلانا اتاخرنا في تفعيل هذا البروتوكول اللي انا قلت لحضرتك عليه بتاعت سياده المشير طنطاوي كان مريحنا جدا. قعدنا فتره طويله وكل الامراض اللي عند الناس دي بتتعالج في مستشفى قوات مسلحه او في مستشفيات قوات مسلحه زي ما كنا افضل رعايه طبيه مش ممكن. وبعدين بتصديق منه يعني قال لمدير المستشفى اما يجي لك فلان كذا تعمل كذا خلاص. فكنا احنا كل اللعيبه دي بتروح هناك تتعالج وتتعالج علاج على مستوى بقى اللي عايز يقيم اللي عايز يعمل عمليه يعمل عمليه اللي عايز يستنى. فده كان بيدينا احنا فرصه ان احنا نقدر نتعامل مع هؤلاء الناس. دلوقتي حضرتك احنا بنعمل ايه بقى؟ التفكير بقى دلوقتي ان احنا اللي بيجي يقول لنا مثلا انا عندي عمليه عايز اعمل عمليه زي ما قلت لحضرتك الكابتن عادل زين الله يرحمه عايز اعمل عمليه احنا بنفكر تعاوس الصلاح نقعد بقى لجنه بقى اللي هي اللجنه الاجتماعيه بقى دي اللي هي شغلتها بقى الكلام اللي حضرتك عليه ده نقعد نبحث نروح عند مين
في ناس اهل خير. يعني انا فاكر مره الله يرحمه الكابتن عبد الله عبد اللطيف بتاع البورسعيد بتاع المصري. المصري ده لعيب لعب ضدي، كنت كانوا مستضيفيني في قناه صحتي، وكان معايا استاذه دكتوره اسمها الدكتوره ناديه بنت سياده الوزير محمد ابراهيم سليمان، محمد ابراهيم سليمان هي استاذه في الغضاريف والكلام ده في الركب والكلام ده. الكابتن عبد الله عبد اللطيف مشكلته كان في ركبه مش قادر يمشي، فانا عرفت فبعد الحلقه قلت لها دكتوره انا عندي والله، قلت لها على الحلقه لو قلت لها انت عندك استعداد تساعدينا وتشتغلي مع الجمعيه على الهواء؟ قالت لي اه ممكن. قلت لها طب انا بعد الحلقه هقول لحضرتك عندنا الكابتن عبد الله عبد اللطيف هتفق معاكي. تخيل بقى حضرتك بعد الحلقه قعدت وياها قلت لها كابتن عبد الله عبد اللطيف كذا 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 كذا، قلت لك هتعمل لي هات وتعالى. خدت الولد الله يرحمه بقى ورحت لها مستشفى وعملت له كل العلاجات ببلاش، وفي اخر ايامه قدر يمشي على رجليه. الله، ودي طبعا حاجه كويسه قوي. هذا الرجل لم يظهر ابدا في الاعلام نهائي الا في حفل الوفاء الاول بس، جه في نادي الجزيره والناس كلها كانت بتسال مين ده؟ الراجل ده الاسمر ده وواضح انه كان عملاق دوخنا يا كابتن صلاح، ده دوخنا مين ده اللي جاي على كرسي متحرك ومش قادر، واللي طلعت له وزيره التضامن الاجتماعي الدكتوره غاده ولي طلعت له السلالم، وكان وزير الشباب والرياضه طلع له السلالم، والناس كلها بدات تسال مين ده مين ده، فبدا يتقال ده كان نجم النادي المصري اسمه ايه، فبدات الناس تدور. عايز اقول انه اللي وعبد المنعم بيقوله لحضرتك ده فيها انك بقت قصه تحاول تخلق يعني اي خرم ابره تدور بيه على صالح الناس. فندعو بقى الناس اللي عندها الامكانيات سواء بقرار او بميل او ب ايوه انها تساهم تساهم. وده السؤال اللي كان جاي يا ست لو استاذنك اسال فيه الاستاذ صلاح دندش امين الصندوق. اولا بس هو توقيعه على الصرف بيبقى سهل ولا صعب؟ صلاح اه ما بيوقعش الا على الصح، وده مريحني. يعني حضرتك ايه انا التوقيع الثاني، استاذ صلاح التوقيع الاول، لا يوقع على شيك او فلوس تصرف او اعانه تصرف الا اذا كانت تستحق. انت عارف توقيع امين الصندوق دايما في اي مكان بيبقى يعني توقيع اول توقيع صعب قوي، وانا عارف لان انا كنت فتره من الفترات امين صندوق النقابه العامه للمهنه الرياضيه. مظبوط، قعدت فتره طويله قوي كنت بعرف ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ممكن ما يتعملش. تمام، وكانت الناس تزعل مني، لكن انا عمري ما زعلت من صلاح. ليه؟ لان انا عارف انه بيحمينا الاول، بيحمي جمعيتكم كلها ككيان، ما حدش يقول علينا حاجه طالما ان هو ماشي كويس وبيعمل احنا ما نزعلش. تعالى بقى احنا عندنا مشكله يا صلاح لو سمحت، ايه رايك في الموضوع الفلاني قبل ما نمضي؟ يقول لك والله انا شايف كذا، طب انا شايف كذا، طب احنا نعمل ايه؟ نتفاوض لغايه ما نوصل لحل اولا يرضيه هو، لان هو توقيعه الاول، وانا بقول الكلام ده عشان الناس، هو توقيعه اول وانا بمضي توقيع تاني ما بمضيش غير بناء عليه. لو قال لي اوكي اوقع وراه، فانا سعيد قوي بالكابتن صلاح في وجوده في امن الصندوق. طيب كابتن صلاح، من اين يتوفر الدعم المادي للجمعيه؟ فكره التبرعات اللي موجوده من نجوم كره القدم حتى المحترفين، يعني كان في فتره برضه محمد صلاح وكابتن وليد سليمان كابتن حسام غالي، اتحاد كره القدم هل بقرار رسمي يبقى نسبه ثابته ولا الدعم المادي بيتوفر ازاي؟ بس عايز اقول بس ملحوظه ان احنا نخضع لوزاره التضامن الاجتماعي، ووزاره التضامن الاجتماعي الامر فيها محدد، والجنيه يساوي 10 مليون جنيه. مظبوط، يعني ما فيهوش هزار، اضافه انها امانه شديده الثقل على كتفك. يعني ده انتم ان شاء الله اهل لهذه الثقه. لا الحمد لله رب العالمين وربنا كرمنا جدا يعني الحمد لله. الدعم والصندوق والتبرعات كل دي ازمه لا تحل الا بكرم ربنا سبحانه وتعالى. اتنين، بجهود ناس فعلا فعلا بجد، ناس عندها قناعة شديدة جدا بفكرة فعل الخير وفكرة دعم النجوم القدامى
وفكرة معظمهم خارج الوسط الكروي. خارج الوسط الكروي معظمهم. ايه ايوه هتلاقي من رؤساء الأندية مثلا في مجموعة 3 أو 4 رؤساء أندية اللي بيساعدك يعني. هتلاقي من نجوم الكورة عد على صوابعك. هتلاقي من المدربين ايه الايد الواحدة. ما انا بقول ايد واحدة. هتلاقي من المدربين لا في محاولات وفي مجموعة هي اللي بادية معاك هي اللي شغالة لغاية دلوقتي. اخرهم مثلا يعني اخر من فكر دعمنا في الحفله دي الكابتن طارق العشري مثلا يعني انا بديك مثال. طيب حط بقى كل ده في انه الناس بتثق في دور الجمعيه وبتثق في انه النجم ده محتاج و فبتبتدي الامور تبتدي الجمعيه من رجل ربنا يرحمه يحسن اليه ويجعله في ميزان حسناته اللي هو ابراهيم فاروق الى ان توصل النهارده انك بتقدم بشكل مريح التزاماتك الشهريه الكبيره. على فكره التزاماتنا الشهريه في الاعانات كبيره تتعبك يعني تتعب ظهرك. لكن ربنا سبحانه وتعالى عمرنا ما تخزننا شهر. عايز اقول لك اللي هو عبد المنعم كان بيقول لحضرتك ودي حقيقه كنا شهر نيجي يوم 24 فاضل مبلغ عشان تكمل ال 20 30 واحد اللي عندك. فكان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم انه ايه ده فاضل كذا فتتلموا احنا قاعدين. النهارده انت بتصرف باريحيه لكن ضمن قواعد وشروط. ربنا كرمنا جدا لكن في قدامنا طابور طويل منتظر. وانت بتحزن اول ما يجي لك مكالمه من نجم بيزيد شهر عن شهر بيزيد يجي لك نجم يقول لك انا محتاج كذا بتضطر ايه انك تلجا اللي هي زي ما سياده اللواء قال لشرطة النجدة وعندنا شرطة نجدة أكتر من حد. فترفع السماعة تقول لكن محتاجين الناس تحس إنه النجوم دي راوت الملاعب دي بعرقها فأنت جيت لعبت على العرق بتاعه. طب ليه ما يخصصش نسبة معينة من اتحاد كرة القدم بما إنه هو بالتأكيد الاتحاد المسؤول عن اللعبة؟ وأنا فاكر من 4 سنين كان الكابتن أحمد شوبير كان موجود معاكم في الجمعية وراح بنفسه موجود. أنا في التوقيت ده شفت بنفس اللي حصل. راح في التوقيت ده اتحاد كرة القدم وكان موجود ساعتها الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري وكان الاتفاق على موجود يعني نسبة تخصص 1% سواء من نسبة البث الفضائي اللي بياخدها الاتحاد ال 15% أو حتى من أمور كتيرة. إن كمان دلوقتي عوائد الاتحاد عدت وصلت لحوالي 500,000 أو حوالي 400,000. لازم نشكر بقى يعني هو مش هو غايب عننا استاذ جمال علام في التوقيت ده كان هو رئيس الاتحاد الكوره هو اول من بدا. الراجل اقر ما اداك كابتن احمد شوبير. انا احنا كنا حاضرين معاه كابتن احمد شوبير راح دخل اتحاد الكوره واحنا كان عندنا اجتماع في نادي النهري بتاع النادي الاهلي مرسى النهري فروحنا خرجنا كده مشينا رحنا على النادي الاهلي فكابتن احمد قعد معاهم وابتدى يتكلم وكل اعضاء مجلس الاداره قاعدين هو عارف بقى حسن فريد زي ما كان صلاح قالها لك حسن فريد ادفع كذا احمد مجاهد ادفع كذا فلان ادفع كذا فلان انت لمنا 20,000 تمام كويس. الحلاوه بقى فين ان زي ما الصلاح قال لحضرتك برضو ان الاستاذ جمال علام ربنا يكرمه يعني خصص هذا المبلغ بقت 20 بقى ثابت بيطلع من خزينه الاتحاد خلاص بقى 20 جه بعد كده بقى 40 بس فبقت احنا ايه سعدة ان المبلغ ده بيجي لنا وان احنا الفلوس بتاعتنا اتحاد الكوره بيسهل لنا تمام وده شيء جميل. الاتحاد عمل محاولات على فكره كتيره بس هي عايزه جمعيه عموميه قرار جمعيه عموميه غير عاديه عاديه بس تحطه في جدول الاعمال وانت شايف اي جمعيه عموميه لاتحاد الكوره الاهم مناقشه تعديلات مناقشه بتاع انتخابات ايه اللي هم الناس ما بيتاخروش بامانه ربنا ما بيتاخروش لكن هو وفقا للمتاح عندهم وغيرهم كثيرين. الاستاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يعني الشخصيه من الشخصيات الجميلة. انا بس الفكره عايز اتمنى ان القصه تبقى سهله عليكم. حاولنا مع الانديه كمان انه تروح للنادي وتتفق معاه انه رواتب اللاعبين الشهريه يخصم منها 100 جنيه 100 جنيه
تعرف مكالمه واحده من الكابتن محمود ابو رجيله بطريقته المعهوده دي هتخلص كل حاجه. كابتن ابو رجيله خلص الكارت والشحن وخلص. كابتن ابو رجيله دلوقتي بيقول لك ايه، الناس بطلت ترد عليا. عارفه اول ما ترد عليهم بيتصل يسلم على واحد ما يردش عليه عشان خاطر عارف ان هو عايز فلوس. تمام. طيب احنا في ختام هذه الفقره، انا سعيد جدا بجد بكل هذه التفاصيل، اتمنى لكم التوفيق يا رب في حفل الوفاء الثالث. لكن كلمه اخيره سياده اللواء مننا الحاج تحب تقولها في هذه الفقره. اولا بشكر قناه النادي الاهلي على انها وقفت جنبينا في هذا الموضوع، ويخلت الحفله ليها قيمه، والجمهور الكبير بتاع النادي الاهلي نتمنى حضوره في مسرح الوزارة، في مسرح الوزارة عشان نشوفوا الجمهور القدام، يعني يجي يشوفوا الكابتن مصطفى عبده وهو بيكرم. يعني شيء جميل قوي انك انت تشوف الكابتن مصطفى عبده، وده شيء جميل. يعني انا وانا بمرر المنتخب كان معايا كابتن مصطفى عبده ومحمود الخطيب وفتح مبروك، اسامي كبيره جدا اما تشوفها تفرح بيها. هيشوفهم فين غير كده؟ يعني جمهور النادي الاهلي الجميل ده هيشوف نجوم النادي الاهلي القديمه دي فين؟ تمام. فهناك. فانا بشكركم وبأتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يدينا طول العمر والقوه وسهل لنا الامور باذن الله، ونكمل مشوار ان شاء الله. ان شاء الله مكملين باذن الله. استاذ صلاح دندش كلمه اخيره في ختام هذا الحوار. بشكرك وبشكر القناه المحترمه. لا شكر على واجب. وبقول يعني ايه، يا رب يا رب يا رب يقدرنا بدل ال 150 اسره يبقوا 1500 اسره. وبناشد تاني، في نادي اسمه نادي قدامى الرياضيين، من يعلم عنه اي معلومه يعرفنا بس بيعمل ايه ودوره فين. بس تمام، كل التوفيق لكم يا رب باذن الله، ونشوف حفل الوفاء الثالث افضل من حفل الوفاء السابق. ودايما كده جمعيه قدامى اللاعبين قايمه بالدور المجتمعي والرياضي بشكل متميز ومستمره دايما في تقديم هذا الدور المجتمعي لكل الرياضيين باذن الله. شكرا لك سياده اللواء. شكرا لك صلاح، بالتوفيق دايما لكم يا رب باذن الله. شكرا جزيلا. فقره حواريه ثانيه كانت مهمه جدا، نلقي الضوء على الدور المجتمعي للرياضيين تحديدا في مجال كره القدم، وقلنا اسامي ونجوم. يعني الواحد بيسعد بس مش ان هو يذكر اسمائهم، لا ان هو حتى يشوفهم او حتى يتصور معاهم. كابتن مصطفى عبده، كابتن علي خليل، كابتن انور سلامه، اسامي كتير لو قلناها النهارده لغايه بكره هنقول اسامي ونجوم كبيره جدا. كابتن هشام عبد الرسول نجم نادي المنيا ونجم المنيا ونجم الصعيد، كل التوفيق لهم يا رب باذن الله، ونشوف حفل الوفاء الثالث على مسرح وزاره الشباب والرياضه بشكل متميز يا رب خلال الفتره القادمه. يوم السبت باذن الله ان شاء الله، السبت القادم الساعه 7 مساء في مسرح الوزاره بوزاره الشباب والرياضه. الفقرة الثالثة والفقرة الأخيرة فقرة مهمة جدا وفقرة مميزة، ما تروحوش بعيد بعد الفاصل. الكابتن عبد الحميد حسن، وفقرة متميزة وفيها تفاصيل أخليها لكم تبقى مفاجأة إن شاء الله مع كابتن ميدو بعد الفاصل بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.